يسعد صباحكم مشاهدينا. يوم الخميس 4 حزيران 2015، نهار جديد بنبدي سوا وفرصة جديدة حتى نحاول نكون أفضل مما كنا مبارح. فبتأمل مشاهدينا تستفيدوا من هالفرصة حتى تكونوا منتجين أكثر بعملكم، مخلصين أكثر بعلاقاتكم، وإنسانيين أكثر بأخلاقكم. وأكيد نحن بـ MTV Alive رح نرافقكم خلال هالنهار. عم بشيطنوا الشباب، بلشوا رح نكون مخلصين ومنتجين أكثر بكل نهار بيتقدمنا، اللي أكيد هو نعمة من عند ربنا. ورح نلاقي مشاهدينا أنه مع نهاية كل نهار بالفعل قدرنا نتقرب أكثر من تحقيق أهدافنا. هدفنا اليوم ما نحن بـ MTV Live أنه نسليكم شوي، وكمان نقدم لكم لمحة سريعة عن أبرز وأهم الأحداث والنشاطات اللي عم بتصير بالساحة اللبنانية، أكيد بعيدا عن كل شيء له علاقة بالسياسة، السياسة اللي لوحدها بتشكل هم كبير لنا كلنا. ومين أفضل من زميلي أمين ديب حتى ينسينا هموم السياسة ويحمسنا على الرياضة بشكل يومي. السياسة مثل ما قلت اللي بتشكل ضغط وسترس لنا كلنا. ومين منا، وأكيد بتوافقوني الرأي لما بقول أنه كل واحد منا بحب يهرب من الواقع اللي عايش فيه من فترة لأخرى وينتقل لعالم تاني، عالم بعيد عن همومه ومشاكله اليومية. يمكن أفضل وأسرع طريقة لنا حتى نحقق هالشي أنه نحضر بكل بساطة فيلم سينما. واليوم أنا وإلي رح نقترح عليكم ثلاث أفلام، كوميديا أكشن وثريلر، على أمل أنه أنتوا تختاروا الأجواء اللي أنتوا حابين تعيشوها وتنتقلوا لإلها حتى تنسوا همومكم ومشاكلكم بالقليل لمدة ساعتين من الوقت. صحيح هالشي إلي؟ بالمبدأ مش عاطل هالاقتراح، ساعتين من الوقت. ايه يعني الفيلم بيخدنا على مطرح تاني عن جد، وهيك في افلام كتير حلوه هالفتره نازله. صار لي زمان ما رحت على السينما، ولكن مثل ما قلت عم بعيش مثل كل الناس شوي ضغط بهالفتره، فحبيت اهرب من الواقع اللي انا عايشه فيه ورحت حضرت واخيرا فيلم سينما. صار لي زمان بسمع عنه وخبروني عنه، ايج اوف ادلاين. كثير حلو. كثير كان حلو، وبحب الافلام اللي لها هيك عبره اللي فيها قصه بنتعلم منها. وفاجئني الفيلم، وهذا احلى شيء يمكن اكتشفته انه كان بالفعل مفاجاه كبيره ودرس بالحياه تنعرف قيمه الحياه وقيمه الاشياء اللي بحياتنا. يعني اليوم الحلقه مثل العاده منوعه وفيها المواضيع كثيره، وبدنا نقول انه من خلال لايف رح نتعرف اليوم على تقريبا كل شبكه رمضان المبارك بواتسون ام تي في، فتابعونا تنكتشف سوا البرامج اللي محضرتها الام تي في لهالشهر الكريم. برامج ضخمه، وكمان في فقرات تعودنا عليها وما بنتخلى عنها خلال النهار مع زميلنا الي وزميلنا امين تكنولوجي و جيت فيت. مين بحب يعطيني فكره عن شو عندنا اليوم؟ هو اللي حيعطيك فكره عن جوجل نزلت هلا. لا انا ما عندي، انا بس كنت بدي اقول عن جد انه الاسواره كثير حلوه هلا، انتبهت لها رولا والشوز كمان كثير حلوين. شوز كان عندك اليوم، انت كان عندك صولات وجولات اليوم. اليوم صاروا احلى بكثير، انا وياك والحاضرين بيعرفوا ليه. تحيه لك الي وعلى دعمك الدايم لالي على الهواء وتحت الهواء. امين، انت بتحمس الناس على الرياضه بشكل يومي، قد ايه الرياضه بتساعدنا ننسى هموم السياسه؟ بتمحي هموم السياسه، ما في شيء بقى اسمه سياسه، انا صراحه ما في شيء بقى اسمه سياسه، كنت تابع قبل، كنت متابع، هلا ما في شيء اسمه سياسه. هيدا قرار بتاخديه، بس الرياضة بتحل محلها دايما. يعني نحن بلبنان في رياضة سياسية، ما في سياسة رياضية، وهو لازم يكون في سياسة رياضية أو ما في روح رياضية بالسياسة، ما في شيء. هيدا كمان بينقصنا، ولكن صحيح. المستجدات الأخيرة بلشت تبشرنا شوي بالخير، عم نشوف لقطات أو سيلفيز هيك تعطينا شوية أمل، على أمل إنه هيك يديم الوفا مثل ما بنقول. خلينا نبدأ حلقتنا مع أخبار منى جلوان أو جولات منى جلوان اللي جولت ببيت شباب هالمرة من أروع البلدات اللبنانية، وسألت أهل هالمنطقة بشو بتتميز منطقة بيت شباب من منتجات وكمان صناعات خاصة فيكم. بيعبنا مش راس وخويبي وبريء كله فخر يعني، بس كتابنا كله كتاب ومديمة كمان ديمة وحرير، كانت من زمان كان فيها توت كثير يشيلوا عنده الأز حرير. الجرس والفخار والديمة. الفخار وديمة. في جرس وفي الفخار وفي حدادين وفي قديمة، ضيعة قديمة كثير يعني. بيصنعوا فيها فخار، جرس، ديمة، أشياء متلاقية.
أول شيء بتشباب من أكثر من 500 سنة كانت مشهورة بالصناعة كتير، بعدة صناعات يعني. اشتغلت بجراس من وراء الروس من سنة 1700 لسنة 1900، كان صار في شي 10 بيوت تشتغلوا بجراس، ضل في بيتين يعملوا جراس من بعد حرب الأربعين. الجرس من صب وصب بواسطة قالب معمول من حوارة بيضة. ليش بالحوارة البيضة؟ لأنه بتتحمل درجة نار كتير عالية. منجيب الحوارة منعجنها ومنبني فيها القالب يلي بدنا نصب فيه الجرس. شغل يدوي، ما في مكانات. والقالب معمول من شقين، من قالب جواني وقالب براني. بيستغرق بنيانه حوالي 20-25 يوم. بس يجهز القالب هون منصب الجرس. الجرس معمول من البرونز، من نحس أحمر وأصدير. منصب المواد الأولية بين القلبين تيطلع الجرس. بعدين منكسر القالب تنشيل الجرس. يعني القالب مش موجود عندنا على طول، كل ما صبينا فيه منهده تنشيل الجرس. إن شاء الله نضل بهذه المصلحة تضل جرسنا الدق. صناعة الأجراس التقليدية التراثية من الصناعات اللي منفتخر فيها بلبنان وتحديدا ببلدة بيت شباب. تحية لكل أصحاب هالمهنة اللي منتأمل نقدر نحافظ عليها ما نفتقدها مثل غير مهن. نبدأ أخبارنا اليوم بأب تو ديت إلي، وأول خبر عن صورة انتشرت كتير أو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا كتير أثرت فيها الصورة مثل ما أثرت بكل شخص شافها، وهي صورة لعامل بشركة سوكلين عم بيقدم الدعم والمساعدة لعناصر الصليب الأحمر على الطرقات اللي مثل ما بتعرفوا بتجولوا بكل الطرقات أو المناطق اللبنانية حتى يجمعوا تبرعات حتى يقوموا بكل النشاطات اللي بيقوموا فيها. وهالعامل بالفعل أثر فينا لأنه هو من الأشخاص يمكن اللي ما بنحسب له حساب، بيشتغل طوال النهار، هو عم بلم نفاياتنا وبيتعب، ولكن عمل اللي كتار ما بيفكروا يعمله هو إنه يفكر بغيره وقدم هالدعم المادي للمتواضع يمكن على قد إمكانياته. اللي قام بهالخطوة الإنسانية اللي فاجأتنا كتير، لأنه ما منتوقع هيك خطوة منه هو بالأخص، لأنه بتصور أنجأ يقدر يأكل ويشرب من الراتب اللي بيحصل عليه، بينما كتار من الأثرياء أو الأغنياء عنا بلبنان اللي قادرين يعطوا ما قاموا بها المبادرة الإنسانية اللي اكتشفنا من خلال هالصورة أنه ما بتميز لا بين لون الشخص أو مهنته أو إذا كان فقير أو غني. المهم النية، وهو أعطى على قد إمكانياته. منقدم له تحية كتير كبيرة، ياريت منعرف اسمك حتى نحييك مباشرة على الهواء، وأكيد أنا شخصيا بتمنى استقبله ببرنامجنا حتى نحييه ونشكره شخصيا ونقول له الله يكتر من أمثالك. حتى النجمة نانسي عجرم شفت على موقعها الخاص كمان نشرت هالصورة وعلقت عليها، وأنا مثل ما فينا نقول إلا منقدم له كل الاحترام لهالشخص الإنساني بامتياز. تحية لألو لكل اللي بيخلوا العاصمة ومناطقنا نظيفة، وتحية أكيد من القلب للصليب الأحمر يلي حاضر دايماً تيخلص حياة الناس على الطرقات. المخطوفون لدى النصرة إلى الحرية. خبر عن صحيفة النهار، فقد أفادت المعلومات المتقطعة أو المتقاطعة على صحيفة النهار أن صفقة تبادل العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة قد أبرمت من دون أن يحدد وقت الإفراج عن العسكريين ولا مكان تسليم الموقوفين. وبين بحسب الصفقة طليقة أمير داعش أبو بكر البغدادي الموقوف لدى الأمن العام سجى الدليمي وجمانة حميد، يلي أوقف الجيش لدى محاولتها إدخال سيارة مفخخة إلى منطقة اللبوي بشباط من العام الماضي، وغير من الموقوفين الإسلاميين، وبين عدد ممن سبق وأحيلوا أمام المجلس العدلي. وأعادت نهاية الأسبوع الفائت القوى الأمنية فتح الطريق المؤدي إلى شارع المصارف ورياض الصلح بعد نحو 7 أشهر من إقفاله من قبل أهالي العسكريين. وحملت هالخطوة دلالات إيجابية على قرب إنهاء القضية اللي بتشغل اللبنانيين من آب الماضي. بيرد على هالمعلومات بترد جبهة النصرة عبر حسابها على تويتر، وبتقول انه الصفقة متوقفة، وحطت الحق واللوم على الحكومة اللبنانية.
وبعد لهلا ما في شيء. كنا شفنا زيارة أهل عسكريين امبارح بمشاهد حصرية عبر ام تي في، تابعناها عبر أخبار امبارح وأخبار اليوم. يعني المعلومات متضاربة، ظاهر في إعاقات بالصفقة، البعض بيحكي عن المفاوضات كمان عن داعش إنه تأخرت لسبب الأموال، كمان سبب مادي لأنه طلبوا مبلغ إضافي. صح. من المبلغ المتفق عليه كان 15 مليون، يمكن صح. طلبوا 5 مليون أكثر. مزبوط، يعني تخطت 15 مليون، صار بدهم 20 مليون دولار. يعني هالمأساة وهالجرح الكبير بحياة كل واحد، يعني إذا قصت مبلغ 20 مليون دولار ما عليه بلا صفقة خاصة بيعملوا السياسيين بين بعضهم، كل واحد طلع شوية بخشيش من جيبته بجمعوا 20 مليون دولار ونسترجع هالأرواح الغالية على قلبنا. فبليز هزوا إذا ممكن. وين ما منروح أكيد مثل ما عملت أنا وياك هلأ تحت الهواء اللي أخذنا سيلفي، منشوف ناس عم تاخد سيلفي، هالظاهرة اللي انتشرت من عدة سنوات ومكملة بقوة. بس إذا بتحبوا تاخدوا سيلفيز مع الحيوانات بليز انتبهوا حتى ما يصير معكم مثل ما صار مع هالشاب الكندي عمره 22 سنة اسمه كريستيان، راح على جزيرة كوفانغان التايلاندية اللي مشهورة أكيد بحيوان الفيل. كيف بيقولوا أكثر من فيل بالعربي؟ فيولي؟ فيال؟ فيالة. فيالة؟ أوكي، المشهورة بالفيالة. فهو وصديقته كان بتايلاندا، فراح يتجول مثل كل السواح حتى يكتشف هالجزيرة، وبيلتقي بمجموعة من الفيالة وأصحاب هالحيوان عم بيعرضوا على السواح أن يشتروا سلة فيها موز حتى يطعموا الفيل، وهيك قرر يعمل. وكان معه كاميرته الجو برو فدورها حتى تسجل فيديو، وقرب حتى يسجل هالتجربة أو هالحدث وهو عم بيطعم الفيل، ما لقى إلا هالفيل الذكي اللي حده أخذ الكاميرا منه، وهو اللي أخذها بشو بسموه هيدا، من خارو خرطومه من خارو، وأخذ الكاميرا منه، وهو مثل ما مبين الوضعية تبع الصورة هو اللي أخذ الصورة. هاي الصورة أخذ الفيل؟ نعم بخرطومه، والله منه هين، ورد له الكاميرا. فعن هالتجربة بيقول كريستيان إنه حيوان الفيل كتير ذكي، وبالأخص هالفيل اللي صادفوا به هالجزيرة كتير ذكي وكان عارف تماما شو كان عم بيعمل. يعني وبيصور جو برو مش حيالله يعني كاميرا. رح نروح على خبر بعنوان اعتقال حمام بتهمة التجسس. فقد أكدت الشرطة، قررت تحطها بالأوبنينج هيدا جو، لا حطيتها بالأوبنينج جو حطها بالأخبار. أكدت الشرطة الهندية أنها أوقفت حمامة كانت عم بتطير فوق بلدة قرب الحدود مع باكستان. الشرطة الهندية الشرطة الهندية مهمش عنا يلي يسجل فيها انتشار عسكري كبير، وذلك للاشتباه بأنها تستخدم لأغراض التجسس. وأضافت الشرطة اللي أخضعت الحمامة للتصوير بالأشعة السينية لمعرفة إذا بتحمل أي جهاز مشبوه، بعد ما رصد أحد السكان تحت ريشة كلمات بالأردو يلي هي لغة المنطقة الباكستانية. طبعا باكستان والهند دايما حدودهم يعني خط نار بين بعض، فأرسلوا هالحمامة للعيادة الطبية لأخضاعها للتصوير بالأشعة السينية. لهلأ ما في معلومات إنها جاسوسة، وناطرين تيعرفوا ترجمة الكلمات بالأردو الموجودة على ريش الحمامة. بس بدي أقولك إنه شو بدك تقولي شيء؟ صحتها منيحة؟ ايه صحتها. انا حابه اعرف كيف اعتقلوها، كيف كربجوها. ما عندي بصراحه معلومات، بس بدي اقول لك انه مش اول مره كمين بيصير هذا الموضوع. اول شيء كان في صقر مجهز بكاميرا صغيره، وعام 2010 اعتقلت حمامه ثانيه بسبب شبهات التجسس. دون تعليق، ما بسترجع عليه. أطيب ساندويش بالعالم مشاهدينا، لبناني مبروك لنا مرة جديدة، حصلنا على جائزة عالمية. اختار موقع فودي هب العالم المتخصص بالأكل، مطعم لبناني شعبي لجائزة أفضل ساندويش بالعالم، وهو ساندويش الشاورما اللي نحن أكيد مشهورين فيها واللي بقدمها لزبينه. أعلن الموقع المختص باكتشاف المأكولات المميزة وتقييمها استنادا على آراء شبكة
من الخبراء أسماء الفايزين بجوائز 2015 عن عدد من الفئات من ضمن فئة الساندويتش بالعالم. والفايز بالمرتبة الأولى هو مطعم جوزيف ببيروت، ونشر فودي هاب هالموقع فيديو للمطعم الموجود بمنطقة سن الفيل واللي بيقدم الشاورما لزبائنه من أكثر من 20 سنة، واللي بكل بساطة هني بيوصفوا أنه لحم دجاج، شاورما دجاج وشاورما اللحمة عنده بتدوب بالتن. بيتقدم بخبز سخن مع خضرة طازة عم حمسة هي عند الصبح وطرطور خاص. أنا عايزنك على الغداء تزيد طعمي خاصة فيه. صادي الشاورما بدنا نتروق شاورما. ورشح هالمطعم أو هالساندويش لهالجائزة العالمية زميلنا بفقرة مشوار أنتوني رحيل، اللي أكيد هو خبير بهالموقع بموقع بيروت، وصوتوا له خبراء من حول العالم، وفاز مطعم جوزيف على مطاعم بدول ومدن عديدة حول العالم مثل سان دييغو، مثل كاراكاس، مثل ليما، وكمان مدينة نيويورك. فمبروك، ألف مبروك لصاحب مطعم جوزيف وللبنانيين. بس كان بدنا كم ساندويش حتى نذوقهم على الهواء ونأكد على أنتوني، أنت دايما بتأثر معنا، بتخبرنا ما بتجيب لنا الجيمة. على كل حال بعتقد كان الأحد بالمسابقة كان مسافر أنتوني وطلعت النتيجة بتاخد العقل. نعم. بعتقد رح يعطينا تفاصيل هالأسبوع بمشوار. رح نروح على صورة اليوم، وصورة اليوم هي لطاولة الزهر الشهيرة بلبنان، رح نشوفها هلأ. يعني من هيك النشاطات المهضومة اللي حتى قسم كبير من الشباب بيحب يلعب طاولة زهر. تلعب طاولة زهر؟ لا، صرنا اثنين. ما بعرف، ما صح لي وقت، يا ريت عندي وقت. بعد في وقت تنتعلم. ما نفس كمان، مثل ما بنعمل رياضة، مثل ما بنحضر فيلم سينما، كمان هيدا ممكن يكون نفس لأنه حتى نهدم من همومنا. شو عنا هلأ؟ شو بتحبوا؟ بتحبوا بعد خبر كوكينج؟ طيب بنذكركم مشاهدينا أو بنقدم لكم دعوة خاصة حتى أنتوا تكونوا ضيوف أو نجوم ببعض فقرات برنامجنا، وهن فقرتين أنتوا بتعرفون. فقرة كوكينج مع تينا وستيفاني كل نهار سبت بتعلمونا طبخة من إيديكم أو يمكن طبخة بتتميز فيها ضيعتكم أو بلدتكم. وريتا لما أكيد ناطرتكم حتى أنتوا تستفيدوا من خبرتها بمجال الجمال والري لوكينج، وأكيد برفقة خبرة الام تي في بهال المجال. رح نروح على الكوت اوف ذا داي لتيودور روزفلت: speak softly and carry a big stick you will go far. يعني التكلم بلطافه بس بنفس الوقت نحمل عصا بنوصل للي بدنا اياه. هذا التوازن يعني بين الواحد يمكن يشد بمطرح ويرخي بمطرح، هاي الحياه مش هيك؟ مع انه اوقات بتلاقي حالك بظرف وبيفرض عليك بخليك تفقد اعصابك، ما بتعرف كيف ما فيك تتصرف الا بالعصا، وفي ناس ما بتستاهل الا هيك بصراحه. شو بدنا نروح على الطقس؟ 30 seconds طقس او فينا نخبر خبريه؟ يلا خبرينا خبريه. طيب for your info مشاهدينا، جهاز جديد ممكن يساعدنا على النوم العميق، هيك اكتشفوا بمعرض خاص بالابتكارات بالكمبيوتر بموسكو اللي كان من كم يوم. وبيقول نائب مدير الشركة المنتجة للنيروكوم الروسية انه هالجهاز هو عبارة عن اسوارة ترتبط بنربطها على معصم الايد، وبتساعدنا على الدخول الى النوم العميق، وبتخلينا ننام بالقليل لمدة 4 ساعات اللي هو اكثر من كافي لمرحلة النوم العميق، هيك بنفيق بكل نشاط. وبهالاسبوعين القادمين هالشركه المنتجه رح تقدم طلب لوزاره الصحه الروسيه حتى ينشوا هالاسواره حتى يطلقوها بالاسواق قريبا، وعقبال ما توصل لعنا لانه كثار منا بناموا، ولكن للاسف بسبب الهموم والضغط والسترس والقرف ما عم نقدر نوصل للنوم العميق. اب تو ديت خلصت، رح نروح على اوتو فوكس نهارنا بعده باوله، خليكم معنا على ام تي في.